بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله النهاردة باشمهندسين هنتعلم مع بعض إزاي نبدأ نصوت البرنامج الروبوت الإنشائي. في ناس قابلت لها مشاكل كتير في تصطيب البرنامج، إن شاء الله هنتكلم النهاردة إزاي نبدأ نصطبه باستخدام الكراك. أنا كنت شرحت في فيديو قبل كده تفصيلي إزاي نبدأ نصطب البرنامج جميع أي برامج تانية بس باستخدام مواقع أوتوديسك واستخدام الكود الموجود على أوتوديسك، بس برنامج الروبوت الإنشائي مش موجود له مجاني للطلبة، فإحنا هنبدأ النهاردة نستخدم الكراك. وإن شاء الله لو النهاردة عرفت تصطب البرنامج بالكراك تقدر تصطب أي برنامج تاني خاص بأوتوديسك، حتى اللي هو مخصص مجاني للطلاب تقدر تسطبه بإذن الله تعالى. هتبدأ تحمل البرنامج من أي موقع أو أي منتدى على حسب ما تحمل البرنامج. المهم أول ما تحمله عندك هتبدأ إيه، تعمل له اكستراكت وتعمل له إيه، انستول بمنتهى السهولة. أنا هنتظر لحد ما أعمل اكستراكت عندي. تمام كده، بعد ما عملت الاكستراكت هيبدا يفتح لي الباور ايزو. لازم يا جماعه تكونوا مسطبين الباور ايزو لو حد، لو انتم عندكم نسخه زي دي، او لو الناس محمله نسخه زي النسخه 2016 الموجوده عندي بتلاقيها بالشكل اللي قدامك ده، كده كده او كده الاثنين بيبدوا نفس الوقت. المهم الخطوات دي كلها خطوات سهله جدا، اهم حاجه عندي من اول سيت اب. تمام، برضه هننتظر لحد ما الاكستراكت عشان انا ضغطهم عشان يوفر مساحه عندي. اول ما خلص الاكستراكت الايزو يا جماعه هنبدا بقى نسطب البرنامج على طول. اول ما يخلص الاكستراكت الايزو تمام هنقول له يس، هنقول له انستول. متنساش تختار اسم بلد انت منها ايجيبت، اقول له اي اكسبت، وبعد كده اقول له ايه نكست. الخطوة اللي بعد كده طبعا البرودكت كيو ده محفوظ، هنقول له 3 ستات 6 9 6 9 وهكذا لحد ما يخلص. طب البرودكت كي، البرودكت كي معايا يا جماعه، انا معايا جميع البرودكت كي اللي هي البرامج من اول 2012 لحد 2015. انت لو معاك 2016 اكتب بس على جوجل برودكت كي فور اوتوديسك مثلا روبوت ستراكشر 2016، هيجيبه لك على طول. انا عندي هنا لو بصيت هلاقي مثلا اوتوديسك روبوت ستراكشر بروفيشنال، هروح جاي مختار البرودكت كي الموجود عندي هنا كده واقول له كنترول سي، بعد كده اروح جاي رايح هنا اقول له ايه كنترول في او تكتبه براحتك كده. خلاص عملت البرنامج اقول له ايه نيكست، بعد كده اقول له ايه انستول، هيبدا على طول يبدا يسطب البرنامج. وكده يعني خلاص انت هنا من تسطيب البرنامج، فاضل عندي الخطوه المهمه جدا ازاي ابدا اعمل له الاكتيف بتاع البرنامج. اول ما تيجي تفتح برنامج الروبوت بقى يقول لك انه محتاج تعمل له ايه اكتيفيشن. هنبدا نتعلم ازاي نعمل له اكتيف دلوقتي ان شاء الله. أقول له I have read I agree. تمام كده، بعد كده أقول له active. أول ما بتظهر عندي الشاشة دي أول مرة هبدأ أعمل exit، وبعد كده أروح جاي راجع لها تاني. يعني هنبدأ نعمل close أول مرة yes، وبعد كده أرجع أقول له active تاني. هنعرف ليه دلوقتي عشان خاطر يظهر معايا الكود الريكويست كود اللي انا هبدا استخدمه. راح جاي مختار الريكويست كود بالشكل اللي قدامي ده كده، اخترته بالماوس، بعد كده بالكيبورد هقول له كنترول وسي بالكيبورد. تمام كده، وبعد كده اقول له اي هاف ان اكتيفيشن كود. اجيبه منين ده؟ في عندي حاجه اسمها الكيجن. الكيجن هشوف انت النسخه بتاعتك 32 ولا 64، انا النسخه بتاعتي 64. هضغط عليه رايت كليك واقول له ايه ران از ادمنستريتور، دي اهم حاجه رايت كليك واقول له ايه ران از ادمنستريتور، لازم بالطريقه اللي قدامي دي كده واقول له ايه يس. بعد كده اقول لي دخل الريكوست كود اللي احنا لسه مدخلينه، اقول له ايه كنترول في، بعد كده اقول له ايه باتش سكسسفول باتش، اروح جاي له جنريت يبدا يديني الكود احدده بالشكل ده دبل كليك عليه حددته واقول له كنترول سي، بعد كده اروح للبرنامج اجي هنا على الاكتيفيشن كود واقول له كنترول في، يبدا يدخل لي الاكتيفيشن كود اقول له ايه نيكست. في بروبلم، هروح جاي راجع تاني معلش يا جماعه، نبدا نمسح كل الكلام ده كده تاني. اكتف تمام، هاخد الاكتيفيشن كود تاني بالشكل اللي قدامنا كده اقول له كنترول سي، ده كده اول باتشز كيجن. ما انساش بس في هنا الاول النت، افصل النت عندي الاول عشان المشكله بتاعته. بعد كده اجي هنا على 64 اقول له رايت كليك اقول له حاجه اسمها ران از ادمنستريتور اقول له يس، اجي هنا على ريكويست هنا بالشكل اللي قدامنا كده ريكويست اقول له كنترول في، بعد كده اقول له باتش سكسسفول باتش اقول له جنريت، بعد كده دبل كليك واجي اقول له كنترول سي واروح اقول له اي هاف ان اكتيفيشن كود واروح جاي له كنترول في، بعد كده اقول له. يبقى اهم حاجه يا جماعه ما ننساش ابدا افصل ايه النت بتاعنا عشان خاطر المشكله اللي قدامنا دي كده ما تحصلش معانا تاني. وبعد كده اقول له ايه
فينش وبكده تبقى قدرت سطبت البرنامج الشكل اللي قدامنا ده كده وعملت كل حاجه وبقى شغال معاك. وبالطريقه دي تقدر تستخدم اي كيجن وتقدر تسطب كل الكلام ده على اي برنامج. ان شاء الله هبدا ارفع الكيجن باذن الله في الديسكريبشن بتاع الفيديو باذن الله تعالى، وارفع ايه البرودكت كيس عشان الناس اللي هتحتاجها باذن الله تعالى. وشكرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.